السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز وجايب لكم اليوم حلقة جديدة من باد جيمز تكون تو. بغيت أتسأل اسم بس قبل لا نبدأ يا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك على اللايك، وخلونا نبدأ. أول شيء شكرا لكم على الدعم الرهيب، الدعم الرهيب الحلقة اللي راحت مرة خرافي، فشكرا شكرا شكرا لكم، وشكرا لكم على الاقتراحات والنصائح اللي قدمتوها لي. طيب، وثاني شيء احنا قاعدين نخسر لعبتنا اللي راحت شفنا بس خسرنا 6000 خسراني شت. طيب قبل نجيب العيد، في من التعليقات قلتوا لي فايز العلامه اللي تطلع بجنب الشخصيه راح تاثر على الاداء اذا كان يعني كان الحلقه اللي راحت كان شوي مرهق، فركز على العلامه. معناته خلنا نوقف اللعبه، معناته العلامه الحين علامه ثلج، فمعناته حط له مكان مر بارد هنا صح؟ نحط له شيء يدفي. كيف يا يعني ذكر علي؟ اوكي هذه حلو. طيب خلونا نحط له هذه. اوكي ابوزع بسرعه بكل مكان، عندي احط هذه هنا، احطها هنا، وبرضه نعطيه هذه نحطها هنا. اوكي اشرب منها، نحط واحده هنا، يعني ما يحتاج واحده كافيه. برضو من التعليقات قال فايز بليز 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 الحمام مره قاهرني فكبر الحمام. اوكي خلونا نكبره لان من جد مره شكله خفيف. خلينا نحط هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. حلو حلو حلو. يمدينا الحين نحط ثاني، مع ما احتاج لكن بس شكل، يعني شكل اكثر بصراحه، الشكل يهمني اكثر فيه. طيب حلو حلو. طيب الحين خلونا نبدأ نصنع أول لعبة عندنا. خلونا نبدأ لعبة مثلا. إيش عندنا؟ إيش عندنا مضيع؟ خلونا نشوف المضيع. ما عندنا إلا سكيلز. شت. سكيلز وش تصلح؟ إحنا حطينا محاذي خسرنا. سايبر يمكن؟ خلونا نحط سايبر. طيب إيش اللعبة؟ بصراحة ما أدري. ما أدري إيش أسميها. خلونا نسميه مثلا ما ادري وش اللعبة. لعبة اطفال بتكون. اوكي لعبة سايبر يعني بتكون قطو آلي، ما ادري بس لعبة تجريبية. طيب هل يمدينا نشتري محرك؟ في ناس قالوا يمديك تشتري فيز محرك. طيب يمدي. اكثر واحد صح. لا خلونا نسوي لعبة بعدين نركز على اشياء ثانية. طيب عشان نبغى دخل، احنا بعدين نخسر، لان في ناس قالوا لي فايز لازم تهتم بالبحوث. فشلون اهتم بالبحوث وانا شغال على اللعبه؟ يعني معناتها المفروض نجيب شخص، نوظف شخص عندنا. طيب بعد اللعبه هذه بنوظف، اذا ربحنا باللعبه هذه راح نوظف شخص ثاني ان شاء الله. طيب لعبه سايبر ما ادري ايش بتكون، بتكون لعبه اطفال لكن بتكون الجيم بلاي خرافي. اوكي قصه؟ ما فيها قصه. يا ما في قصه، ما في قصة. تأثر عليهم. حلو لعبة أطفال، لعبة أطفال. لا بس ما تحطها كذا، ما تحطها آخر شيء، حط 9. طيب الجيم بلاي بيكون مرة خرافي عشان الأطفال، الجرافيكس ما يهم، موسيقى بصراحة ما تهم، أو لا العاد موسيقى. محرك يا يعني لعبة أطفال المحرك ما راح يهم، فمعناته الجرافيكس أفضل. لو تصدق دقيقة بنقص الموسيقى شوي، يا نعطي كذا. اللغات خلنا نعطي كل اللغات، لكن بياخذ 77,000 يخرب بيتهم. طيب بنحط الفرنسية واليابانية، الأمريكية والفرنسية واليابانية أهم ثلاث لغات هذه بصراحة صح؟ من الصينية مهمة. يا بحط بس اللغات هذه، شوفوا بحط الكل. خسرنا، اخذنا من البنك، يمدينا ناخذ من البنك. يا نشتغل على اللعبه هذه، نبغى فلوس، نبغى اذا جابت اللعبه هذه، خلنا نمشي اللعبه، اذا جابت اللعبه هذه اللي احنا سوينا فوق التقييم فوق 45 راح نجيب الموظف ان شاء الله. اقل من 45 يا هذه لعبتنا طلعت من السوق. شت خسرنا 5987 دولار. شت شت شت. طيب مو مشكله راح تعوض اللعبه هذه ان شاء الله. لا ما راح ناخذ. يقول تبي يعني تاخذ مثلا كشك صغير،
مؤتمر الالعاب ما عندنا لعبه عشان نعرضها عندهم. لو في لعبه يعني لو اللعبه نجحت دينا السنه الجايه ناخذ عندهم بشك. ايش يطلع قلب؟ ايش ما ادري ايش قلب بقص واحد. اوكي أربعة بقص. لا ابغى اقل بليز اقل. اوكي خلص 98 حلو. عندنا خمس. اوكي اوه عندنا ناس الحين جديد. ابغى اروح معه بصراحة افضل هو وارخص صح؟ اوكي بروح معه. ما ادري انا سويته صح ولا خطا لكن بروح معه. طيب اوكي تقييم اللعبة يس 48 48 مفروض صح مفروض صح مفروض زين. طيب كم تجيب لنا اول اسبوع؟ الو اول اسبوع كم تدخل؟ اول اسبوع ما جابت مدخول زين. ثاني اسبوع طيب يا ثاني سعود ثاني سعود ثاني اسبوع افضل من اول اسبوع. اوكي ثالث اسبوع طيب افضل منهم. حلو حلو ان شاء الله هذه فيها خير اللعبه هذه. طيب خلونا نجيب موظف. وقف وقف ابي اجيب موظف بصراحه. ليش فايز تبي تجيب موظف؟ على ابغى يشتغل على جاب ابغى يشتغل على البحوث. فخلونا نبحث عن موظف. انا اليوم ما ادري ايش فيني ما اعرف اتكلم. اشتغل على يكون مسؤول عن البحوث. لا فرزوني لا لا ابغى واحد عن البحوث مره خرافي. بس فاست نير انبوت بورتي ما نحتاج ما ادري كيف اعرف انه. طيب خلنا عندنا هنا ابغى واحد خرافي بالبحوث. ابغى واحد البحوث اللي تحت هذه ريسيرش. فخلونا نشوف هذا حلو هذا حلو. طيب في افضل منه؟ وكان هذا صح لكن 3000 هذا راتب اتوقع 3900. في افضل منها؟ اتوقع البحوث العلامة هذه صح؟ فخلنا نشوف في افضل. 4000 يخرب بيت. لا فايز مي العلامة هذه غلطة ما ادري ايش اجل صراحة ما ادري. طيب خلونا ناخذ اللي قبل شوي ما راح اتاخر اللي كان 3900 هذا صح؟ يا حياك الله توظفت او وظفناك معنا وهذا مكتبك اشتغل. اول شيء ابغاك تجي محرك. ما في محرك صفر يا ما عندنا محرك. طيب ابغاك تبحث عن هنا نسوي جي تي اي نسوي لعبة الغاز مغامرة. ابغى مغامرات تسويها. اوكي راح يشتغل عليها حلو. مرة بطيء من جد مرة بطيء. طيب بسوي حركة يمكن نخسر بس بشوف بشوف أداءها هل بتصير أفضل. يعني إذا مثلا جبنا مكتب ثاني حطيته هنا مكتب ثاني بيكون هذا مكانها لازم أغيره. دقيقة دقيقة أبغى أغير هذه بحطها هنا. أوكي وبجيب مكتب أبغى أشوف يشتغلون مع بعض بشوف هل يصير الأداء سريع ولا لا. المفروض يكون سريع الأداء. الحين ابى اشوف البحث شوفوا يمشي بطيء. لو احط هذا يا صار مره اسرع يا معناته اذا ابغاهم يسوون بحوث يسوون مع بعض ولو يسوون لعبه برضو يسوون مع بعض. ايش بدا ينقص الابي؟ ما ادري لسه خسرانين لعبتنا لسه خسرانين ما ربحنا فيها لسه خسرانين 51000 يخرب بيتها من لعبه. اوكي بدي اخلص البحوث حلو. طيب خلصنا البحث ابى اشوف مواضيع. ايش عندنا مواضيع؟ ايش عندنا؟ ايليانز عطنا فضائيين بس تصير مغامرات ضد الفضائيين صح؟ او انمي انمي. اوكي اشتغل اشتغل على اللعبه بسرعه او على البحث بسرعه اشتغلوا. حلو حلو طيب في شيء ثاني بدنا نشتغل عليه. ما نحتاج هذولين حاليا ما نحتاجه. موضوع ثاني شيء صدق لا الحين اخذهم احط هذا هنا
واخذ الاخ هذا واحطه هنا. بيجي سون واقول لهم اشتغلوا على لعبة جديدة. طيب بنشرح المحرك لكن ما راح. طيب لعبة بتكون موضوع عن مغامرات. مغامرات حطيت انيمالز حيوانات مو انمي. مغامرات الفايكينج اوكي؟ ما ادري ليش لكن مغامرة الفايكينج ونسميها لعبة فايكينج. نفس الموضوع. انك اوكي. طيب في شيء ثاني؟ ما ادري متى تفتح. تكون اللعبة بروح للكبار. تكون لعبة للكبار. يا خلنا نقول لعبة للكبار. حلو. انا ما ادري اللعبة هذه يا بترفعنا فوق يا بتخفز فينا الارض. هل في محرك جديد نبدأ نشتريه؟ ما في محرك. مش كمان عندنا اي محرك. طيب في اجهزة. لحظة بشوف هل في اجهزة جديدة. في الكمبيوتر. ما في كمبيوتر. بس هذول شت. كمبيوتر طيب متى طلع؟ ما ادري بصراحة. ما ادري يا بادري. خلنا نتأكد. ما في. يا بس هذول عندنا. طيب نحط على هذه. حلو. حلو. مغامرة بتكون جيم بلاي خرافي هو شيء. يا قصة أكيد. بتكون يا لها تأثير. خلها زي ما هو. اللعبة شوي صعبة. حلو. مو للصغار. بتكون للكبار كذا. هل صح ولا خطأ؟ طيب تركز على المحرك. نجرح نقص شوي. الجيم بلاي الموسيقى ما يمدي. اوكي بخليها كذا. كويس متأكد؟ يا متأكد. وان شاء الله ما نخسر فيها ان شاء الله. تشتغل على جميع الاجهزة هذه. ناخذ ثاني ما ادري. اسكو اشتغلوا كنا بسرعة. شوفوا يمشي بسرعة. يا يعني اثنين يشتغلون. حلو حلو. اوكي باقي شوي. 16 باكس يخرب بيتكم. اوكي هذا الناشر بننشر عنده لانه بصراحة اتوقع افضل واحد هو. انشره بسرعة. انشر اللعبة. 45 بليز. شت 40. اتمنى نطلع فوق نوصل 50. كمان لسه بادين نخسر بصراحة. بادين نخسر. طيب هل اسوي ثالثة لعبة على طول؟ يا يعني مدام معنا فلوس خل حتى نجيب لعبة خرافية. بحاول حتى نجيب لعبة خرافية. عطنا بسوي لعبة مغامرات. اوكي ايش كانت المواضيع عندنا؟ هي مرة فايكنج انيمال. يا حيوانات. حلو مغامرات حيوانات. بتكون للجميع هذه المرة. حلو بيكون اسم مغامرات زو لأن حيوانات مغامرات الحيوانات فمعناتها زو حديقة حيوان. على المحرك هذا. بتكون ما فيها قصة. ياب ما فيها قصة. بتكون احنا قلنا أكثر شيء بتكون للأطفال فخلنا نوجهها للأطفال. أوكي ما راح تكون صعبة. ستوري جيم بلاي. الجيم بلاي عادي. حلو خلنا نقصه شوي. طيب تكون عميقة. يا خلنا نخليها عميقة اللعبة. طيب الجرافيكس ما راح يكون مرة خرافي. الموسيقى بتكون مرة خرافية. اوكي المحرك حيوانات فمعناته ما تحتاج محرك مرة خرافي. تحتاج موسيقى لأصوات الحيوانات أكثر. يا كذا بتكون مرة حلوة. في شيء ثاني؟ يا أتوقع كذا. أتوقع اللعبة هذه إنها أفضل لعبة عندنا. عطنا هذا أفضل لعبة بتكون عندنا إن شاء الله. لسه بطلعوا من السوق لسه.
لسه بادي ينباعوا، فمعناته قاعدين نخسر. اللي انا اشوفه قاعدين نخسر. Sound of this game is طيب علينا. اللي انا اشوفه قاعدين نخسر فلوسنا اللي تحت نخسر، مع ان الالعاب لسه ما طلع من السوق. خلصت السوق. حتى الناشر هذا انشر عنده بس جو، وان شاء الله تقييم عالية. شت اوكي 40. ما دام من 40 وضعنا تبع. اخلص المؤتمر، اخذت افضل لعبة وافضل اوكي معين منهم. طيب بسوي لعبة اخيرة، بخليها بس مخصصة للاطفال اوكي، تكون اسمها ما ادري شو اسميها. طيب خلينا نشوف العناوين. صدق لا ما راح اسوي لعبة، لا تعالوا بسحب الاثنين هذول وقف، تعالوا بسوي بحث. تعالوا هنا اجلسهم. نبغى بحث عن بسوي لعبة الغاز او نسوي جي تي اي. خلينا نسوي جي تي اي. يس خلينا نسوي جي تي اي جراند. قاعدين نبيع بالالعاب. هذا شوف شوف ايش العلامة هذه. دقيقة لحظة اتوقع يحتاجون احط لهم دقيقة. انا شايفه برضو وين عايز وشي شايف حقت الادوية هي هذه. انا احط لهم يمكن كل واحد بصدع راسه بياخذ البنادول برضو. اوه هذه قاعد تبيع بالاسبوع الثاني والثالث افضل من الاسبوع الاول. زو اوكي هذا ايش فيه؟ بعد ايش قاعد يسوي؟ طيب خلصوا حلو. اباكو لا مو هذه، ابغى تبحثون عن موضوع سيارات. في موضوع سيارات؟ خلونا نشوف هل في موضوع عن السيارات. في كابس شرطه، في كابس اعطنا الشرطة عشان تكون يعني زي جي تي. حلو اوكي هاي طلعت. خسرنا 2000 على الاقل، 3000 تقريبا على الاقل. مو مرة زي الحلقة اللي راحت 6000، لكن اوكي اوكي خلصتوا. حلو الحين تعالوا انت جلس هنا. تالنت سووا اول لعبة سيارات نسميها جي تي اوكي، بيكون اسمها جي تي مخصصة للجميع او نخليها بس للكبار. الجي تي المفروض بس للكبار. والله ما ادري بخليها للجميع يعني الصغار خطأ، لكن يا بعطيه من 12 اوكي. طيب وناخذ موضوع كاب سيارات. حلو روح الانجن. هل في انجن فتح جديد يمكن نشري؟ لسه ما في، ما ادري متى يفتحون، لكن في. طيب خلينا نشوف هل في. اوه طلع الكمبيوتر، لكن لسه ما في، ما حد عنده كمبيوتر. معناته خليك على نفس الجهاز هذا. طيب جي تي ما فيها قصة، فيها الجيم طويل. حلو قصة فيها بس مو مرة. الجيم بلاي مرة خرافي. مرة لا خلنا نزوده شوي. ما تأثر بعمق عميقة ولا صعبة ولا سهلة، بتكون شوي صعبة اوكي شوية صعبة. الجيم بلاي كذا موسيقى. هتحتاج محرك بصراحة، لأن لعبة سيارات تحتاج محرك. الأصوات حتى الأصوات خلنا نقص أصوات شوي. طيب ما راح أغير شيء، مع إني أحس إني جاي بالعيد بالأشياء هذه، إن الأشياء هذه هي اللي ترفع مستوى اللعبة أو تحلفها.
جيم بلاي سيارات اكيد بتكون خرافيه، بس مو مره فايز. لعبه طويله، يا لعبه طويله. يا كذا اتوقع تمام. جرافيكس ما تتطلب جرافيكس عالي صح؟ اتوقع ما تتطلب، او الاصوات ما تتطلب اصوات عاليه، تحتاج جرافيكس. اتوقع تحتاج جرافيكس احسن من الاصوات. يا ليتس جو على جميع هذول. حلو اوكي اشتغل عليها ان شاء الله. ان شاء الله ما ادري ليش خايف من اللعبه هذه، لكن ان شاء الله ان شاء الله. اوكي سعاده الماده تنقص. اوه في محرك جديد 2D. طيب معناته يمدينا نجي هنا نسوي صح؟ اشرب اقص يخرب بيتك يا نفس الناشر هذا. بليز تقول لي بقى 40 39 يخرب بيتكم. اوه ماي جاد. طيب لوك حلو. اوكي واضح اني جايبين العيد، واضح اني جايب العيد بقوة. اوكي بعدين خسر، بعدين تخسر باللعبة. طيب في محرك جديد يقولون فتح، خلونا نشوف وين هو المحرك الجديد. ابجريد انجن، يمدينا نطور انجن؟ ما عندي انجن عشان اطوره. يمدينا نسوي محرك. بايدسكوب انترنت ما عندنا. طيب يا شباب باني الحلقه هنا، اكتبوا لي ايش انا ايش مسوي انا ايش وش الطريقه اللي عشان ما اجيب العيد، لان مره جايب العيد باللعبه هذه. اوكي اوكي قبل ما ننهي على الاقل الفايكنج ربحنا 22000 فيها. على الاقل هذه ربحنا فيها 22000. اوكي اكتبوا لي تحت، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.